روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن يختلف عن الصنم باعتبار أن الوثن أعم، أما الصنم فأخص. فالصنم يطلق على المعبود الذي له صورة، وأما الوثن فيشمل المعبود من دون الله سواء كان منحوتا على صورة أو لم يكن. ولذا فإن الصنم يطلق عليه وثن، بينما الوثن لا يطلق عليه صنم.